هو كمان بيتكلم كده عن يعني الرغبات، لكن هو بيقرنها بالإرادة، وكأن ما هي رغبات الإنسان بإرادته. ما هو اصل احنا بنفهم كلمه اراده على انها اراده عاقله دايما. هو بيقول الواقع ان الاراده إرادة مش غير عاقله، واعية. الاراده لا واعيه. نتامل الحقيقه كده، الاراده معناها ان نريد، وان نريد يعني ان نرغب في شيء ما. لكن مش كل رغباتنا هي رغبات واعيه، المشكله في الرغبات غير الواعيه التي لا يمكن السيطره عليها. هي معظم رغباتنا في الحياه هي رغبات لا واعيه بهذا المعنى. انت اللي بيفهم حقيقة الرغبات وهو اللي قادر على التحرر منها قدر الإمكان. ولذلك دي مش تشاؤم بمعنى أنه تشاؤم سيكولوجي، أنه راجل قاعد بقى يعني مكتئب ومتجهم وكاره الدنيا، لا بالعكس، كان بيستمتع بحياته وكل شيء. يعني لكن هو يمكن فاهم، يعني فاهم المعضلة الإنسانية، فاهم المعضلة الإنسانية فين، وبيقول لنا ازاي نتحرر منها الى حد ما. يعني ممكن ما تتفقيش مع الحل اللي بيقوله او تتفقي، لكن يعني قد يكون كده هو عنده ميل اذا كان بيبحث عن هذا الحل او بيطرح هذا الحل لفكره التصوف او الزهد، ما هو او الاستغناء. هو قال بالظبط الزهد والاستغناء بالمعنى ده احد الحلول الدائمه، والفن والابداع احد الحلول المؤقته، لان الفنان بيستطيع ان يتحرر من هذه الإرادة وقتيا كي يرى فعل الإرادة في الكون، في الوجود، فعل الرغبة، كيف ما الذي تفعله بالبشر بالحياة وبالناس. وكأن الجمال هو مسكن وقتي فيما يتعلق بهذه الإشكالية والمعضلة الإنسانية. طبعا احنا بنقعد في اللحظة كده بنرتفع على الحياة، ولا في اللحظة حينما نتأملها، حينما نتأملها أو من خلال عمل فني أو حينما نبدأ هذا العمل. يعني فده تشاؤم مش إيجابي، مش سيكولوجي، ده انا بسميه تشاؤم الميتافيزيقي. يعني اللي هو مبني على نظره للحياه وللكون بوجه عام.